اهلا بكم مشاهدي تلفزيون اليوم السابع، متواجدين معاكم دلوقتي في قريه بطره بمحافظه الدقهليه مع عم ايمن من اقدم صناع سدد الغاب في محافظه الدقهليه. يعني ممكن نقول عليه صانع الستر، لانه بمهارته واتقانه بيقدر ان هو يعني قدر ان هو يحافظ على مهنه قديمه، بيجمع اعواد الغاب وبينظفهم ويخيطهم مع بعضهم علشان يصنع اسطح وابواب للغير قادرين. احنا هنقرب من عم ايمن دلوقتي عشان يكلمنا عن سر المهنه اللي لسه محافظ عليها. زي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله. عرفني بقى بنفسك. انا اسمي ايمن محمد المتولي وشهرتي ايمن الاطوم. عندك كم سنه؟ عندي 55. عايزك بقى تقول لي يعني انت حضرتك لسه محافظ على مهنه قديمه. عايزك بقى تكلمني عنها اكتر، يعني انت بتعمل ايه دلوقتي؟ قلت انا والله بجيب الغاب الاول. انت بتعمل اللي هي سدد الغاب بقى؟ قلت سدد الغاب دي بياخدها مثلا على عيشه الفراخ او اي عشه، بيجي يقول لي تعال خد مقاسها، بجيب المقاس واشتغل. واللي سد 2 في 2 4 متر، 4 متر مقاعد. بروح اقيس مثلا اقول الاوضه بتقول لك بتصور ايه يا ايمن؟ رد عليها عشان هي بتسال كتير. بعمل بنعمل بيعمل لقاء لقاء يا عم ايمن بقى. وبعدين بروح اخد المقاس، يعني مثلا الاوضه 4 في 4 بعمل 4 قطع، القطعة 2 في 2. ماشي يا عم ايمن. نعم. وبعدين بيخ انضف بجيب الغابة مثلا الغابة قدام يوم بحشه واجيبه لحد هنا وبعدين بنضف. البزوز دي بمسكها بالشرف وامرح حيش وانضفها وحشها كده، بحيث لما اجي اعمل الخيط عليه ما يردش ويعمل فواص. حلو. بنضفها يعني؟ بنضفها كده. تمام. وبعد ما انضفها كده بمرح شغال، جايبه مش وحطته قدامي كده وشغال. يعني بعد ما تنضف بقى قول لي. اجيب الغابتين مثلا اهم واحطها كده. تمام. وازنقها كده بحيث واشد الخيط او بحيث اللي يبقى ما فيش حاجه فارغه، ما يعتمدش فواص، واشتغل كده عاد. بتقعد بقى تخيط على حسب الحجم السده اللي انت عايزها صح؟ بشتغل كده، لما اخلص كده لازم يكون الغابه وايدي ماسكه كده وشد الخيط قوي. تمام. بحيث كده شد الخيط شد يشد بقى جامد. بحيث بس الخيط هنا كده جامد اهو، ما فيش فواص. ما فيش حاجه تقدر تعدي. ما فيش حاجه تقدر تعدي. وتيجي في اخر السده كده بتقوم رايحه كسر، بحيث تبقى مسويه. تمام. وبعد كده بشدها كده عاد. كمل يا عم ايمن. وبعد كده قاعد اشتغل، شغال بقى على طول. لما اشتغل كده مثلا هي سده ماشي، كل ما اشتغل بتنزل ولها علقتين هن. يعني تفضل تكمل. دي علقه شايله الغاب عشان ما تنزلش. والعلقه الثانيه هنا هي شايله الغاب بتهجم، بحيث كل ما تكبر شويه اقوم راح منزلها كده. واقوم رايح معلقه بتبقى ماسكه كده. انا عملت دي ودي اخرى بعملها كده، السده بتنزلها. يعني الخشب اللي حضرتك حاططها دي عشان تمسك لك كده، عشان تمسك لي السده بحيث شوف كده نزل ازاي. تمام. دي بتشدها كده. حلو. وابدا اشتغل تاني كده، اجيب الغاب واحطه تاني كده. تقشر، تجيب الغاب تقشر الغاب، تبدا تسلكه جنب بعضه وتبدا تخيطه على طول. ابدا كده اشتغل تاني فيها. المتر بقى منه بكام يا عم ايمن؟ والله هي 4 متر مكعب. بحسبها بقى هي سده 2 في 2. تمام. بعملها 2 و10. بزود 10 سم. وبرضك في العرض بزود 10 سم. تمام. يعني هي 2 في 2 بعملها 2 و10 2 و10. الواحده ب 60. حلو. انت قلت لي بقى ان الغاب ده انواع كتير. الغاب والاستخدام. كل انواع الغاب ايه؟ دي غاب بلدي. ماشي. دي الغاب البلدي دي انضف غاب، بتحمل مثلا واحد عاوز يصب عليه رئه صغيره ماشي. ماشي. عاوز ما يصبش عليه عادي. ودي في الشتاء بيجيب
دفه مثلا لاخر اي حيوان ولا حاجه بيجيب دف دف. في الصيف بيجيب تراو يعني بيبقى جو رطب في الصيف. ماشي. يكون دم ميزات. اما بيجيب الصاج، الصاج بيجيب ايه حار في الشتاء في الصيف، وبجيب برد فين؟ في الشتاء. في الشتاء. دي بقى ما بجيبش، دي عكس. حلو. دي عكس. حضرتك قلت لي بقى ان اللي انت بتعمله ده انت يعني انا بسميك انت يعني صانع الستر، في ناس ما بتقدرش ان هي حتى الان ان هي تعمل تجيب خرسانه والحديد والاسمنت وكده، فده بديل. دي بديل. دي بديل الواحد مثلا عاوز يصب اوضه 4x4 لو عمل لها حديد، ودي بتكلف كتير. دي ما بتكلفش كتير، بحيث ايه واحد على قد حاله. واحد ومثلا لو واحد قال لي مثلا انا مثلا ببيعها ب 60، ولو واحد على قد حاله ببيعها له ب 55. حلو. بنعمل الرأفة شويه. انت بقى حضرتك بعد ما بتصنع بقى بتروح تقيس، ولا بتقيس على اساس ايه؟ يعني انت تروح البيت تشوف هو محتاج قد ايه، ولا الناس اللي بتيجي تقول لك؟ هما بيجوا يقولوا لي انا عندي مثلا ايه اوضه، بقول له 3 في 3 اعمل له مثلا متر، قلت له اجي ايه ايسن الاول اشوف عشان اقيس لك. اقيس لك عشان اعمل لك على قد ايه، بحيث ما اجيبش وتاخد اربع سدد ويطلع زياد. تمام. بجيب انا ايه اروح اسهال، اساله مثلا الاوضه 4x4 اعمل له ايه 4 سدد. ماشي. لو 3x3 بعمل له متر ونص في ايه في 3 متر. ماشي. بتبقى الاوضه كام؟ 4x4 3x3 على حسب بقى على حسب. طب حضرتك قلت لي بقى في ناس بتاخد منك السده دي وتحط فوقها صبه او تحط فيها فوقها اللي هو العشه، قلت لي صح؟ اشرح لي بقى الموضوع ده. والله في ناس ما على قد حالها مثلا ما فيش، بيقوم رايحين جايبين ايه السده، بنصحهم بقى يشتروا منك السده الاول، يشتروا السده مني ويحطوا العروق، وبعد كده بقوم رايحين جايبين اقول لهم حطوا شويه قش رز على السد، يتحط قش رز على السده كده والمشمع بحيث ما ينقعش، وشويه ايه قش صغيرين ويحطوا صب. في ناس كده بتحب كده. في ناس بتقوم راح مثلا ايه حاطه السدد وتحط شويه قش ومشمع وشويه قش عليها ويسيبها عاد. يكون في ناس بتحط من ده وفي يحط من ده عشان ايوه عشان المطر ما ينزلش عليهم. انت بقى بتقعد تشرح لهم، قلت لي انا لما باجي ابيع بقعد بقى اقول للي بيشتري منك حط بقى ايه فوق ايه فوق ايه، اشرح لي بقى ايه اللي بيتحط بالترتيب. دلوقتي قبل مثلا ايه العروق محطوط. اي بنحط السد على العروق. ماشي. بعد كده ايه بنحط شويه قش ايه على العروق بعد ما يحطوا السده. بعد ما يحطوا السد ويحط القش رئه صغيره. وبعد كده يفرد المشمع على قطعة اللي عند 4x4. بعد كده بحط شويه قش صغيرين عليه. دي نمره. دي في ناس بتعمل كده، في ناس بتعمل كده، وفي بتعمل ايه رقه صبه صغيره. بيقوم رايحين بس نفس النظام القش والمشمع وشويه قش ويحطوا الصب على القش، بحيث الصب تمسك في ايه في القش قش الروح. ولو المطر نزل ما فيش حاجه يحصل له. الناس بتسالك عنوانك فين، قول لهم عنوانك فين. انا والله اسمي ايمن محمد المتولي من بطره مركز صلخه الاهليه. حلو. بتبيع المتر بكام بقى؟ ببيع المتر السده على بعضها ب 60. انت بتقول لي السده على بعضها، السده دي يعني كم متر؟ السده دي 4 متر مكعب. 2 في 2 في 2 في 2. ماشي. يبقى 4 متر مكعب ب 60. مثلا 2 في 3 بتبقى 6.5. في اللي عاوز حسب القطعه اللي انا بقيس. 2 في 3 في 2 في 3 في 3 بتبقى 6.5. بحسب على يبقى 90. 90 كده. 90 جنيه. هي 4 متر يعني؟ لا 2 في 3. ماشي. اما قطعه مثلا الاوضه 4x4 بتاخد 4 قطع. القطعه الواحده ب 60. ب 240. حلو. اما 3 في 3 بتاخد سدتين سدتين وربع. قول لي بقى الغاب والحاجات اللي انت بتستخدمها دي سعرها اختلف عن زمان؟ قول لي كده يعني ايه اللي اتغير في الموضوع؟ والله ايام زمان كان ب 6 جنيه. الحاله كل ما ايه اللي ب 6 جنيه؟ كان سد القطعه ب 6 جنيه. بتبيع القطعه ب 6 جنيه.
بستة جنيه، وشوية خمس ست سنين مثلا ولا سنتين بدأت تزيد 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 مع الحاجة ما بتعمل بتزيد. حلو، أنت بتجيب بقى الغاب ده منين؟ أنا بشتري الغاب دي من مثلا واحد عنده غاب بروح أشتريه. بيعمل حاجة دول مثلا بمية بمية وخمسين، موافق ماشي. ليه بطلع مثلا ايه بشوف شوية الغاب هي مثلا يعملوا كم سد بحيث يطلع لي ايه رزق منه غير شغل، لا يعتبر شغل شغال. وبعد كده بجيب الغاب واقوم راح منظفه واقوم شغال. والمثل اللي عاوزني مثلا بياخد رقم تليفوني مثلا عارف رقم بيتصل علي بيقول لي انا عندي كذا كذا واروح مثلا عاوز اروح عشان اقول له اجهزها لك انا عشان اعملها لك بالظبط. بقى كم سنه يا عم ايمن في الصناعه دي؟ بقى لي 15 سنه. انت يعني حد علمها لك ولا احكي لي كده انت بدات فيها ازاي؟ والله انا كان في واحد عندنا في البلد بيشغال ورحت وقفت ايه معاه وشفته بيعمل ايه بالظبط. بدات اتفرجت عليه وبعد كده ما شفته جيت طبقتها عندي واحده واحده اتعلم. يعني كنت في الاول بطيء شويه على كتر ايه ما بشتغل اما تروح ايه الشغل ايه بقى ياخد ويدي معايا. خلاص بقى انت خدت الخبره. خدت الخبره. قول لي بقى الصنعه دي محتاجه ايه؟ ايه اللي محتاجاه عشان تقدر ان انت تبقى قادر تصنع الغاب بالطريقه الصح؟ الخبره اللي انت بتستفيد بيها بتبقى عباره عن ايه؟ مهاره خبره ايه؟ قول لي. هي بتبقى مهاره وخفيه ايد. مهاره وخفيه ايد. في واحد مثلا بيبقى ايده تقيله شويه على ما ايه تقيل على طول، في بقى حسب انت ايه بتفكر مثلا انت راجل ارزاقي وعاوز تسمع كده بتحاول تشتغل بحيث ايه وايدك بتاخد عليها بسرعه. انا قلت لحضرتك من شويه انت ما عندكش ورشه ومعكش حد بيساعدك، انت شغال لوحدك. شغال لوحدي. مفيش، ما انت هنا ده بيتك صح؟ دي بيت. قدام البيت. دي قدام البيت. تمام، ده مصدر رزقك الوحيد؟ دي يعتبر مصدر رزقي الوحيد. مع شغلي مثلا انا فلاح وب بسرح بسرح يوميا. تمام، يعني لو سرحت يوميا في الاسبوع في يوميتين حسب ما رزقي. حلو. بعد كده ماني فاضي اقوم راح جايب شويه غاب بحيث ايه اشتغل اجيب ايه مصدر رزق يعني اجوز بنتي اجوز عيالي. عندك اولاد ايه قلت؟ انا عندي ثلاث بنات وولد. جوزت بنت وواد لسه على وش جواز ولسه ربنا يعينك. يلا الحمد لله رضا. انا لما سالتك بتسلي وقتك بايه قلت لي هي الصنعه دي يعني هي تسليه لوحدها. بتمتعنا. اما اكون قاعد من الشغل ما فيش شغل ولا حاجه الزراعه في شغل في الزراعه بقوم رايح جايب شويه غاب وقوم رايح شغالهم بحيث بدل ما في شغل هذه شغل ايه ده مصدر رزق. انت بقى لما شفت الناس اللي هنا في البلد بيشتغلوا فيها وكده حبيت تتعلمها. عجبتك؟ عجبتني، ويعني كنت اهيبها قوي يعني. وبعدين لما انا حطيتها في دماغي وقمت رايح شغال واحده واحده كده عرفتها. مشت قامت ماشيه معايا. طب حاجة بقى بتتعبني الغابة ما يكون متنية. يعني ايه متنية؟ دي مقوسة كده متنية هي كده مش مستقيمة يعني. مش مستقيمة مش مستقيمة. دي ايه خضرة. بس انا بقوم بروح متك عليها كده عادلها شوية. بتتجبر معايا. تمام. بتتجبر معايا بحيث ايه؟ بتتجبر معايا. لو هي ناشفة خالص ما تتجبرش تفضل زي ما هي. بتعذبك كمان في الصنعة. بتعذبني في الصنعة. يكون الغاب كده سرح عاد. حلو، وايه كمان؟ ما يكون الغاب مثلا كده الغاب سرح عادي اهو. دي مستقيمة دي. دي مستقيمة بتريحني. مش محتاج بقى ان انت تقعد تعدل فيها وتعدلها. لا ما بعدلش فيها حاجة. طب انا ملاحظة ان في غاب رفيع وفي غاب تخين، ايه بقى الفرق ما بين الاثنين؟ الغاب تخين ده اللي انت بتعمله ده الرفيع. دي رفيع. والتخين اللي هو تخين ده. تمام. ايه بقى الفرق ما بين الاثنين؟ الفرق دي صغير بعمل اثنين. ليش؟ ان العزم يبقى شديد يعني القوه بتاعتها يعني التحمل بتاعتها يبقى شديد جامد. اما كبيره بعملها لوحدها. يعني ايه لوحدها؟ قول لي يعني ايه. يعني مثلا انا جبت ثلاثه صغيرين اهم
وعملتهم صغار. ماشي ماشي برجع اجيب مثلا اي هتجيب واحده ثانيه عليها وتحط. احنا حطينا ثلاثه صغيرين نحط واحده كبيره عشان ايه بحيث ما تتفرد على العروق. على ما تتفرد على العروق ويحط عليها حاجه تبقى جامده. يعني قصدك ان الغابه الصينه دي هي اللي بتمسك الصغير بتثبته بتشيل معاه بتتحمل معاه ما بتخليش ديد يعني بتخلي البتاع اللي هي اللي بتخليها على بعضها شديده وقويه. بتبقى قوي زي المسمار مثلا. مسمار 3 سم ومسمار 4 سم. لو دقيت مسمار هنا 4 سم وهنا 3 سم 2 سم وهنا 3 سم دي اللي في النص دي بتحمل دي مع دي مع دي. حلو. طب انت بتحط بقى واحده تخينه ما بين كام وكام؟ ما بين كل كام من الصغيرين يعني؟ من الصغيرين بحط مثلا 3 صغيرين وبعدين واحده تخينه وبعدين واحده كبيره تخينه. ترجع تحط تاني 3 صغيرين. 3 صغيرين وعلى المساحه المطلوبه منك. بحيث السده تبقى ايه مستوى بعضها حلوه كده ايه تتحمل. بحيث لو حتى مثلا طلع على ولا حاجه ما تكسرش بيه ولا تقع بيه. يعني الغاب يا عم ايمن الغاب ده يعني انا عارفه انه كان ايام زمان بيستعملوه ما كانش فيه الامكانيات. لسه لحد دلوقتي في ناس بتستعمله وتشتريه في ناس بتستخدمه. مثلا واحده عنده عيشه عاوز يعملها للفراخ للحوان مثلا. بدل ما يجيب يروح يجيب مثلا صاج غالي ولا يعمل صبه بيقوم روح جايب مثلا سدتين ويقوم راح حاططهم وحاطط عليهم القش والحاجه بحيث ايه بيقضوا الغرض. ده يقضي الغرض. دي يقضي الغرض. انت بتعمل برضو بواب صح؟ مش اسقف بس البيبان اللي لا البيبان قليله. يعني مثلا لا ما فيش بيبان. البيبان قليله مثلا واحد عنده اوضه وعنده فراخ وعنده بط بيجي في النص كده ويقول لي اعمل مثلا ايه متر ونص علو مثلا علو مترين. ايوه بقوم اعمل له فاصل واعمل ايه ومنهم من ايه بعمل له باب عشان يخش للتانيين في القرب الاوضه. تشتغل كم ساعه في اليوم؟ دي حسب بقى اللي بشتغل. بشتغل مثلا 3-4 ساعات ممكن ساعه ممكن يوم يوم لا حسب ما إيه ما رزق الطلب اللي عندي. حسب الطلب اللي عندي والرزق اللي يجي. بتتعبك بس انت مبسوط بيها يعني بتمتعك وتقول الشغل ده بيمتعني. بيمتعني ومقضي وقتي وغير كده بيبعدنا عن الحاجات الوحشه بدل ما مثلا اسلب من حد وحد مثلا ما يقول لي لا انا بشغل وربنا بيكرمني واللي بيجي رزق مكتوب. ممكن واحد يجي ياخد مثلا 10 سدات ممكن واحد ياخد سدتين يعني حسب دي رزق مكتوب. ما نقدرش نتكلم. نفسي اجوز ولاد اكتر من كده ما فيش. نفسك تقدر ان انت توفر لهم عيشه كريمه ويتجوزوا. اوفر لهم عيشه كريمه ويتجوزوا والله دي نفسي في حياتي. وبعد كده مش عايز حاجه من الدنيا خالص. ربنا يعينك ويرزقك ويحمي لك اولادك وتقدر كده تشوفهم يعني وهم كبار ومتجوزين. يا رب احنا والمسلمين جميعا يا رب. النهارده انت بتعمل حاجه عظيمه. تسلم. حاجه مهاره مهارتك عاليه جدا وقادر انت تقف وتوفر ما بين شغلك ده وما بين شغلك في الارض. فربنا يعينك يا رب. تسلم. ماشي تسلم يا باشا. بعد اذن حضرتك. كنا معكم مشاهدينا من محافظة الدقهلية مع عم أيمن من أقدم صناع اسمه إيه يا عم أيمن نسيت سدد الغاب. من أقدم صناع سدد الغاب هنا في محافظة الدقهلية بمهارته ودقته قادر إن هو يعني يصنع أبواب ويصنع أسقف للغير قادرين. يعني بيطلقوا عليه هنا صانع الستر. ربنا يعينه ويوفقه ويفضل دايما كده قادر ان هو بمهارته ان هو يوفر اسقف للغير قادرين. كنا معكم من محافظة القاهلية مرام محمد. شكرا لكم على حسن المتابعة.